في ذكرى وفاة الضيف أحمد، خلينا نتكلم شوية على فنان من أجمل الفنانين اللي ظهروا في الستينات، اشتهر بخفة دمه وإنه كان دايماً بيسيب بصمته المختلفة في كل عمل بيعمله، سواء في المسرح أو في السينما. اسمه بالكامل الضيف أحمد الضيف، اتولد في 12 فبراير سنة 1936 في محافظة الدقهلية. بعد ما خد الثانوية العامة ابتدت تظهر فيه موهبة التمثيل الفريدة من نوعها، فدخل فرق شباب الجامعة في كلية الآداب في جامعة القاهرة، وكمان فرقة ساعة لقلبك، وأخد الميدالية الذهبية في مسابقات كأس الجامعات المصرية كممثل ومخرج لعدد من روائع المسرح العالمي، منها مسرحيات شترتون وجون دورك مالنا، وكمان مسرحية الغربان والإخوة كراماسوف اللي اتعرف من خلالها على الفنان فؤاد المهندس وقت ما كان بيقدمها على مسرح الجامعة، واشترك معاه في تمثيل أول مسرحية لي أنا وهو وهي. وفي 1960 أخذ الضيف أحمد ليسانس الآداب في الفلسفة والاجتماع، وبعد رحلة الجامعة عمل هو وسمير غانم وجورج سيدهم فرقة كانت من أجمل وأمتع الفرق في وقتها وفي تاريخ السينما المصرية عموما، وسموها ثلاثي أضواء المسرح. قدمت وقتها عدد كبير من الاسكتشات الناجحة في السينما المصرية، وده بسبب اختلافهم وتميزهم عن كل جيلهم وقتها، وكمان موهبتهم الكبيرة اللي ساعدت ان الفرقة دي تنجح بشكل كبير. وشارك الضيف احمد كمان في عدد من الافلام الناجحة، منها القاهرة في الليل واخر شقاوة والمشاغبون و30 يوم في السجن والمجانين التلاتة وعروس النيل وشاطئ المرح وفرقة المرح وهربات من الحب ونشار رغم انفه، غير الفوازير اللي قدمها زي فوازير ثلاثي اضواء المسرح ووحوي يا وحوي، غيره انه كان مؤلف قصة فيلم ربع دستات اشرار اللي شارك في بطولته فؤاد المهندس وشويكار وعبد المنعم المدبولي وسعيد صالح، بس ما شاركش هو في تمثيله، والفيلم كان من سيناريو وحوار بكر الشرقاوي وعادل جلال وعبد المنعم المدبولي واخراج نجدي حافظ. اتجوز الضيف احمد من خارج الوسط الفني وليه ابنة واحدة، وفي 16 ابريل سنة 1970 اتوفى الضيف احمد نتيجة ازمة قلبية وهو في سن صغير قوي، مجرد بس 34 سنة. بعد ما قدم لنا في الفترة القصيرة دي من حياته مجموعة من الأعمال اللي بتحكي عنه بعد رحيله بأكتر من 50 سنة.